بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمشيئة ربنا نحل تدريب رقم 3. أكمل العبارات الآتية: وحدة قياس الحجم هي، طبعا بسميها إيه؟ سنتيمتر مكعب. بينما وحدة قياس الكتلة طبعا اللي هي إيه؟ الجرام. بعض المحاليل جيدة التوصيل للكهرباء مثل محاليل زي اللي بتوصل كهرباء. طبعا عندنا كذا حاجة، عندنا فيه اللي هي محاليل الأحماض، وفي محاليل اللي هي قلويات، محاليل القلويات، وكمان عندنا اللي هي محاليل بعض الأملاح زي محلول مين كلوريد الصوديوم. بينما بعض المحاليل راضية التوصيل للكهرباء مثل ايه؟ مين اللي ما بيوصلش كهرباء من المحاليل؟ طبعا عندنا محلول، اقول له محلول كلوريد الهيدروجين في البنزين، وعندنا مثال كمان اللي هو محلول السكر في الماء. العنصر السائل الذي يتركب جزيئه من ذرة واحدة. عاوزين عنصر سائل وفي نفس الوقت الجزيء بتاعه بيكون ايه؟ من ذرة واحدة. طبعا اللي هو مين؟ اللي هو الزئبق، او ممكن اكتب HG. بينما العنصر السائل الذي يتركب جزيئه من ذرتين، طبعا ذرتين اسمه ايه؟ البروم، او ممكن اكتب اللي هو Br. درجة الانصهار هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة ايه للحالة ايه. طالما هنا انصهار يبقى يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. يتشبع مستوى الطاقة الثاني ال، احنا عارفين طبعا مستويات الطاقة 7 مستويات. أول مستوى اسمه، نفتكره مع بعض كده بسرعة، عندنا كي ال ام ان او بي كيو. عندنا أول مستوى اللي هو الأولاني اللي هو كي، بيتشبع ب2، التاني ب8، التالت ب18، الرابع ب32، لحد هنا وقف تمام. طيب هو هنا بيسألنا على مين يتشبع مستوى الطاقة الثاني؟ التاني قدام اللي هو ال اللي يتشبع بكام؟ ب8، 8 الكترون. بينما يتشبع مستوى الطاقة الرابع اللي هو اسمه ان بكام؟ ان قدام بكام؟ ب32. عند قصف جسم الى اعلى، حذفنا جسم لفوق، فان طاقة الوضع نقط بينما طاقة الحركة نقط. احنا عارفين طاقة الوضع بتساوي ايه؟ طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. نركز في الحتة ديت. وعندنا طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. حلو قوي. ودلوقتي لما أقولك إيه العلاقة بين طاقة الوضع والوزن، هتقول لي علاقة طردية. يعني إيه علاقة طردية؟ يعني لما الوزن يزيد هيزيد معايا مين؟ طاقة الوضع. ولما ده يقل ده يقل. طب إيه العلاقة بالارتفاع وطاقة الوضع؟ برضك علاقة طردية. يعني إيه؟ يعني لما ارتفاع يزيد مين اللي هيزيد معايا؟ طاقة الوضع. ولما يقل هيقل معايا مين؟ طاقة الوضع. طب هنا بيقول لي في السؤال إيه؟ عند قصف جسم إلى إيه؟ إلى أعلى. يعني هنا الارتفاع زاد ولا قل؟ لا، الارتفاع زاد. فإن طاقة الوضع إحنا لسه قايلين في علاقة بينهم إيه؟ علاقة طردية. ده لما يزيد ده يزيد معايا، فأقول له إيه اللي يحصل لها؟ أقول له تزداد. بينما طاقة الحركة دايما اللي هي طاقة الحركة عكس مين؟ طاقة الوضع. يعني ايه؟ يعني لما طاقة الوضع هتزيد معايا مين اللي هيقل معايا؟ اللي هي طاقة مين؟ اللي هي الحركة. فعندي هنا طبعا اللي هي طاقة الوضع زادت، بالتالي هنا طاقة الحركة اللي يحصل لها اقول له ايه؟ تقل، لان الاتنين عكس بعض. عشان في النهاية مجموعهم الاتنين لازم يديني طاقة ميكانيكية. خلي بالنا. رقم 7، تتوقف طاقة الحركة الجسم على، ما احنا لسه قايلين اهو طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع مين؟ في مربع السرعة. يبقى عندي على ده اللي هي الكتلة، وعلى مين؟ وعلى ايه؟ السرعة. يبقى تتوقف على حاجتين. أول حاجة اللي هي ايه؟ الكتلة. الكتلة. والحاجة التانية ايه؟ السرعة، اللي هي سرعة الجسم. الطاقة الميكانيكية بتساوي نقط زائد نقط. طبعا بتساوي طاقة الوضع، طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. في عملية البناء الضوئي تتحول الطاقة ايه الى طاقة ايه؟ بناء ضوئي. بناء ضوئي، ضوئي، خلي بالنا من الكلام. هتتحول اللي هي الطاقة الضوئية بسماها شمسية الى كيميائية. الطاقة الشمسية، وممكن اقول الضوئية صح، الى اي طاقة ايه؟ الى طاقة كيميائية هتخزن في النبات على هيئة سكر بسميه سكر الجلوكوز. في المدفأة الكهربية تتحول الطاقة ايه الى طاقة ايه؟ الدفاية، يعني هتطلع لي حرارة وانا بحط الفيشة، معنى كده هيتحول الطاقة اللي هي الكهربية إلى طاقة إيه؟ حرارية. القطب الموجب
في العمود الكهربي البسيط طبعا اللي هو مين النحاس، وممكن اكتب سيو. بينما القطب السالب اللي هو مين اللي هو الخرسين، ممكن اكتب زد ان. تتغير يعني اشكالها، تتحور الاطراف الاماميه في الحوت الى ايه؟ الى مجاديف علشان يساعدها على العوم. من الثدييات عديمة الأسنان، معندهاش أسنان، عندنا مثالين مضرع والكسلان، المضرع والكسلان. في فصل الشتاء تدفن الضفادع نفسها في الطين، ويسمى هذا، ما اسمه بيات إيه؟ شتوي، عشان هنا كلمة الشتاء، فاسمه إيه؟ البيات الشتوي، البيات الشتوي. بينما في فصل الصيف يختبئ اليربوع في الجحور الرطبة، ويسمى هذا بسميه الخمول الصيفي، الخمول الصيفي. أنواع التكيف هي تكيف تشريحي اللي هو تركيبي يعني، وتكيف إيه وتكيف إيه؟ إحنا عارفين طبعا في 3 أنواع، أول نوع عندنا مديهون هو اللي هو التركيبي، النوع التاني اللي هو السلوكي زي هجرة الطيور كده، والنوع التالت اللي هو تكيف إيه؟ وظيفي زي اللي هي إفراز اللي هو الثعابين للسم. اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي. صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، طبعا دي بسميها الطاقة الحرارية. الشغل المبذول أثناء حركة الجسم، أثناء الحركة خلي بالنا، إذن بسميها الطاقة الحركية، الطاقة الحركية. وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية بسميها النوع، النوع. قدرة بعض الكائنات الحية على محاكاة الظروف، يكون شكل المكان اللي هو موجود فيه يعني، الظروف البيئية السائدة بغرض التخفي من الأعداء أو لاقتناص الفرائس في الأنواع المفترسة، طبعا بسميها المماتنة، المماتنة. علل لما يأتي. رقم واحد عندنا تطفو قطع من الخشب على سطح المية بينما تغوص قطع من الحديد. أول حاجة عندنا الخشب، أقوله لأن الخشب أقل كثافة من الماء، أما الحديد أكبر كثافة من الماء. رقم اتنين، لا يستخدم الماء في إطفاء حرائق البترول، اللي جاب أقوله لأن البترول أقل كثافة من الماء فيطفو على سطحه ويظل الحريق مشتعل. رقم 3، طلاء الكباري وأعمدة الإنارة من حين لآخر من وقت للتاني، يا ترى ليه؟ طبعا عشان نحميها من الصدأ، لحمايتها من الصدأ. رقم 4، يملأ المستوى K بالإلكترونات قبل المستوى L. احنا عارفين الترتيب بتاع المستويات K L M، يعني K هيجي قبل مين؟ قبل L، وبالتالي K ده هيكون أقل طاقة من إيه؟ من ال L. أقول له الإجابة، لأن المستوى K أقل طاقة من المستوى L. رقم 5، السمان مثال جيد على التكيف السلوكي مع التغيرات البيئية، يا ترى ليه؟ أقول له لأن سلوكه يتحور خلال فصل الشتاء فيلجأ إلى الهجرة بحثا عن الدفء والضوء لإتمام عملية التقاصر. رقم 6، يطلق على الجمل سفينة الصحراء، أقول له طبعا لأن له القدرة على التكيف مع كل ظروف البيئة
الصحراوية، ويعتبر من أكثر الحيوانات تكيفا مع البيئة الصحراوية. ما الذي تتوقع حدوثه في الحالات الآتية؟ إيه اللي يحصل في الحالة اللي هي جاية ديت؟ أول حاجة عندنا رقم واحد، ترك قطعة حديد معرضة للهواء الرطب لفترة من الزمن. طبعا هتصدي، فأقول له رقم واحد كده، رقم واحد أقول له تصدأ لتفاعلها مع الأكسجين ويختفي بريقها، اللمعان بتاعها يختفي، البريق بتاعها. رقم اتنين، عندما تصبح طاقة الإلكترون أكبر من طاقة المستوى الذي يدور فيه، إيه اللي يحصل لها؟ يعني اكتسب كم من الطاقة، إيه اللي يحصل له؟ أقول له ينتقل الإلكترون إلى مستوى الطاقة الأعلى، وتصبح الذرة مسارة. وطبعا لما تفقد اللي هي الطاقة ديت اهو، هتعود مرة تانية إلى مستواها إيه؟ الأصلي. رقم ثلاثة عندنا، احتكاك إطار الدراجة بسطح خشن، إيه اللي يحصل لها؟ طبعا هنا في الحالة ديت اهو، هتبدأ ترتفع درجة حرارة الإطار بسبب قوة الاحتكاك. رقم أربعة، عدم حدوث خمول صيفي لليربوع. عدم، خلي بالنا في الحالة ديت اهو هيتعرض لإيه؟ للموت. أقول له يتعرض للموت ليه؟ طيب أقول له بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة ونقص كمية الأمطار أو الماء. رقم خمسة، حدوث تبادل بين أقدام كل من الجمل والحصان. يعني حصل تبادل، يعني الجمل خد رجل الحصان والحصان خد رجل مين؟ رجل الجمل. يا ترى إيه اللي يحصل؟ أقول له في الحالة ديت أهو تغوص قدم الجمل في الرمال ويصعب على الحصان الجاري على التربة الصخرية. رقم ست، إذا لم يتمكن الدب القطبي من البيات الشتوي، يا ترى إيه اللي يحصل؟ يبقى رقم ست عندنا، أقول له لن يستطيع تحمل الانخفاض الشديد في درجة الحرارة، مما يعرضه إلى الموت. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. من المواد التي تطفو كثافتها يعني أقل من المية على سطح المية، حديد طبعا، لا نحاس، لا في اللين، طبعا دي الإجابة الصح. عند وضع قطع من مادة معينة كتلتها 25 جرام، كتلة اللي هي كاف 25 جرام، حجمها 10 سنتيمتر مكعب في المية، فإنها، وبقول علما بأن كثافة المية 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، يا ترى تطفو تغوص تتعلق؟ أجيب الكلام ده إزاي؟ هنجيب الكثافة الأول، نحسب الكثافة. إحنا عارفين الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. طب الكتلة كام؟ 25، الحجم كام؟ 10. لما اقسم ده على ده يطلع لي كام؟ 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الرقم اللي هو طلع عندي ده اللي هو كام؟ 2.5. يا ترى اللي هو 2.5 ده أكبر من الواحد ولا أقل من الواحد؟ مين الواحد ده أصلا اللي هو كثافة المية؟ والله لو الرقم ده أكبر من الواحد، المادة ديت هتغوص. لو هو أقل من الواحد، هتطفو على سطح المية. طبعا ده أكبر من الواحد لأن ده 2.5، وبالتالي اللي يحصل له هتغوص، يبقى له إيه؟ تغوص. يتعين حجم السائل من العلاقة. حجم السائل عشان نجيبه هنجيبه من العلاقة إيه؟ إحنا عارفين المثلث بتاعنا اللي إحنا عارفينه
عندي هنا اللي هي سي، وعندي هنا اللي هي الكتلة، وعندي هنا ايه الحا. الكثافة بتساوي الكتلة على ايه؟ الحجم، صح. طب هو بيستنى على مين دلوقتي وعاوز الحجم؟ الحجم اللي هو مين؟ اللي هو قدامي اللي هو حا. طب حا قدامي بتساوي ايه؟ حا بتساوي اللي هي الكتلة على مين؟ على الكثافة. هندور على العلاقة ديت، كتلة على كثافة، كتلة على كثافة، يبقى إذن دي العلاقة صح عندنا رقم مين؟ رقم ألف. معنى أن كثافة النحاس الأحمر 8.8 جرام لكل سنتيمتر مكعب إيه؟ بيسألنا على مين؟ بيسألنا على اللي هي إيه؟ الكثافة. فبقول له رقم ألف، كتلة وحدة الحجوم اللي هي الواحد سنتيمتر مكعب من النحاس الأحمر اللي هو بيكلمني عليه تساوي نفس الرقم ده اللي هو 8.8 جرام؟ أيوه صح، يبقى دي الإجابة. يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ألف. رقم ب بالمرة كده، كتلة وحدة الحجوم 1 سنتيمتر مكعب من النحاس الأحمر بولي لا تساوي، طبعا أصبحت غلط، هي المفروض تساوي كتلة 10 سنتيمتر مكعب. أنا جبت العشرة منين؟ المفروض بتكلم على كتلة الإيه؟ ال1 سنتيمتر مكعب من العناصر الخاملة. خاملة يعني إيه؟ يعني لا تشترك في التفاعلات الكيميائية. النيتروجين طبعا ده نشط، هيليوم طبعا دي الإجابة، الأكسجين نشط، كلور نشط، يبقى الإجابة رقم ب. تملأ بالونات الاحتفالات بغاز الهيليوم فترتفع إلى أعلى، لأن إيه؟ فبقول لي هنا رقم ألف، رقم مين؟ رقم ألف. كثافة الهيليوم أقل من كثافة الهواء، طبعا دي إجابة صح. كثافة الهيليوم تساوي كثافة الهواء؟ لا، هي أقل منه. كثافة الهيليوم أكبر؟ لا مش أكبر، هي أقل. يتكون الجزيء الواحد للمية، المية زي ما احنا عارفين رمزها H2O، يعني عبارة عن ذرة أكسجين مرتبط بها 2 هيدروجين. فبقول لي ذرتين هيدروجين 2H فعلا همت، واحدة أكسجين، فالإجابة رقم مين؟ رقم ألف الصح عندنا. عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات، أثقل الذرات اللي اسمها ذرة اليورانيوم، طبعا فيها 7 مستويات اللي هو الكي والإل والإم والإن والأو والبي والكيو، يبقى كام عددهم؟ كام؟ 7 إيه؟ 7 مستويات. المادة ناط لا تتخذ شكل الإناء الحوي لها، صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ طبعا المادة مين؟ المادة اللي هي إيه؟ المادة اللي هي الصلبة. قوة التجاذب بين جزيئات المادة الصلبة تكون، قوة التجاذب طبعا في المادة الصلبة بيكون أكبر ما يمكن، كبيرة جدا، فاللي نختار مين؟ اللي هي رقم مين؟ رقم ألف. عندما يتساوى العدد الذري للعنصر مع العدد الكتلي له، فهذا يعني عدم وجود في نواة الذرة ايه؟ احنا عندنا الهيدروجين اللي هو H1 1، الرقم اللي تحت ده بسميه العدد الذري، الرقم اللي فوق ده بسميه العدد الكتلي، الاتنين زي ما احنا شايفين متساويين. طب دلوقتي لو حسبنا عدد النيترونات، النيترونات عشان اجيبها بطرح اللي هو الذري منين؟ من الكتلي، يعني 1 ناقص 1 يطلع لي كام؟ 0. معنى كده ان مفيهاش ايه؟ مفيهاش نيترونات. طاقة الوضع تساوي، يا ترى بتساوي ايه؟ الوزن في الارتفاع، صح ولا لا؟ طبعا ديت صح وزي الفل، يبقى دي الإجابة. وزن الجسم على الأرض يساوي ايه؟ وزن الجسم بيساوي الكتلة زائد عجلة الجاذبية، زائد ولا فيه؟ المفروض فيه، وبالتالي دي غلط. رقم ب بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية، طبعا دي الإجابة الصح. رقم ج بيقول لي كتلة على، لا مش على، هي المفروض فيه، فأصبح الإجابة الصح رقم ب. 14. انتقال الحرارة بالإشعاع يتم خلال مين؟ طبعا زي ما احنا عارفين الإشعاع بينتقل خلال اللي هي الأجسام اللي هي المادية وغير المادية اللي هي الفراغ يعني، فبقول السوائل فقط طبعا غلط، الغازات فقط غلط، الأوساط المادية صح والأوساط غير المادية صح، فإذا دي الإجابة رقم ج. من الحيوانات التي ليس لها دعامة، ما عندهاش دعامة، الزواحف طبعا عندها دعامة، قواقع عندها دعامة ودعامة خارجية، قنديل البحر طبعا ما عندوش دعامة، إذا نختار مين؟ قنديل البحر. عرف كل من، أول حاجة رقم واحد المادة، المادة لما أجي أعرفها بقول عبارة كل ما له كتلة وحجم، رقم اتنين درجة الانصهار، اتنين درجة الانصهار لما أجي أعرفها بقول عبارة عن درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، رقم 3 درجة الغليان، درجة الغليان. ما نيجي أعرف يعني إيه درجة الغليان،
أقول له درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. خلي بالنا الفرق بينهم كلمتين يا جماعة، هنا كنت بقول من صلبة لسائلة، هنا بقول من سائلة لإيه؟ لغازية. نيجي رقم 4 اللي هو مين؟ الذرة. تعريف الذرة، الذرة لما أجي أعرفها بقول عبارة عن أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تشترك في التفاعلات الكيميائية. رقم 5، العدد الذري. العدد الذري لما أجي أعرف العدد الذري بقول عبارة عن مجموع أعداد عدد البروتونات الموجبة داخل نواة ذرة العنصر. رقم 6، عندنا اللي هو المركب. المركب هو عبارة عن مادة ناتجة من اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة. رقم 7، قانون بقاء الطاقة. قانون بقاء الطاقة، أقول له الطاقة لا تفنى، ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة لأخرى. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع مين؟ مع التصويب. خلي بالنا. رقم 1، كثافة المادة بيساوي كتلة المادة في حجمها. طبعا الكلام ده غلط. كثافة طبعا زي ما احنا عارفين سي بتساوي كاف على ح، يعني الكتلة على ايه؟ على الحجم. يبقى أقول له كثافة بتساوي الكتلة على الحجم. رقم 2، يصدأ الحديد عند تعرضه للهواء الجاف. الجاف طبعا دي خليتها له غلط، هنشيل الجاف ونخليها ايه؟ الرطب. رقم 3، المادة السائلة لها شكل وحجم ثابتين، صح ولا غلط؟ طبعا صح. رقم 4، تتكون الجزيئات من ذرات. تتكون الجزيئات منين؟ من ذرات، برضك صح. مثال مثلا عندنا اللي هو جزيء المية بيكون من 3 ذرات، 2 هيدروجين وواحدة أكسجين. عندي الجزيء اللي هو الأكسجين بيتكون من ذرتين، 2 أكسجين، وهكذا. رقم 5، يعتبر الزئبق من المعادن الصلبة. هو صلب أصلا؟ هل الكلام ده صح؟ طبعا غلط، هو من سوائل. فأقول له هنا رقم 5 كده عندنا دي غلط الأول كده، كلمة الصلبة دي خليتها لي غلط، وأقول له منين؟ من السوائل. الخشب والبلاستيك من المواد التي لا توصل الحرارة، صح ولا غلط؟ طبعا صح. يبقى رقم 6 كده صح، لأن ديت مواد بسميها مواد إيه؟ رديئة التوصيل لإيه؟ اللي هي الحرارة. تنتقل الحرارة من الأوساط المختلفة بالتوصيل والحمل فقط، فقط دي خليتها لي غلط، وما في 3 طرق. بالتوصيل والحمل، وزود الحاجة الثالثة عندنا مين؟ والإشعاع. رقم 8، يصعد الهواء البارد لأعلى. ها صح الكلام ده ولا غلط؟ طبعا كلمة البارد دي خليتها لي غلط، المفروض الساخن، الساخن لأعلى، بينما يهبط الهواء مين؟ البارد لأسفل، البارد، وطبعا العبارة غلط. نشاط الطيور نهارا والخفافيش ليلا من أمثلة التكيف اللي هو الوظيفة، هل ده وظيفي ولا سلوكي؟ طبعا العبارة غلط، أقول له إيه؟ السلوكي. ينتمي الإنسان لنوع واحد فقط رغم اختلاف لونه أو عرقه أو موطنه، طبعا الكلام ده صح.
اذكر مثالا واحدا لكل من اول حاجة مادة جيدة لتوصيل للحرارة والكهرباء. عندنا طبعا امثلة زي مين؟ زي اللي هي الفلزات كلها، زي النحاس او الالومنيوم او الحديد، كل ده بيوصل ايه؟ حرارة وكهرباء. غاز خامل عندنا امثلة زي النيون، زي الارجون، زي الهيليوم، كل ديت امثلة اي غاز خامل. نبات من الصرخسيات طبعا عندنا زي مين؟ زي اللي هو الفيوجير وكزبرة البئر. كزبرة البئر. حيوان من الفقاريات طبعا عندنا زي اللي هي الطيور والأسماك، خصوصا الأسماك العظمية يعني، وعندنا كمان اللي هي الطيور قلناها، عندنا كمان الثدييات والزواحف، كل ديات منين؟ من الفقاريات. لو احنا عاوزين نقول مثال بقى يعني، ممكن نقول اي طائر عندنا، الحمامة، تمام، عصفورة، كل ده صح. عندنا اي سمك عندنا الثدييات زي الانسان، الزواحف زي مثلا اللي هو التمساح، كل ده صح عندنا. اكتب التوزيع الالكتروني لكل من العناصر الاتية. اول حاجة عندنا مين؟ الصوديوم اللي هو Na11. بنرسم النواة بتاعتنا، النواة دي هحط جواها 11 موجب اللي هي عدد البروتونات، هنوزع ال 11 2 8 1 كي ال ام. الحاجة التانية مغنيسيوم ام جي 12، نرسم النواة جواها 12 بروتون، ممكن نكتب بالعربي مفيش مشكلة، هنوزع ال 12 2 8 2 كي ال ام. لو احنا هنكتب انجليزي يبقى كله انجليزي، هكتب بالعربي كله عربي. رقم ثلاثة عندنا اللي هو سي ال اللي هو كلور 17، النواة عندنا فيها 17 بروتون، هنوزع 17 2 8 7 كي ال ام. الهيليوم اللي هو اتش اي 2، النواة عندنا فيها 2، هنوزع الاتنين في اول مستوى اللي هو ايه؟ كي. قارن بين المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية من حيث ثلاث حاجات عندنا. اول حاجة عندنا يبقى عندنا في ثلاث حاجات. اول حاجة عندنا اللي هي المادة الصلبة والسائلة والغازية. عاوز من حيث ايه؟ المسافات بين الجزيئات. المسافات اللي انا بسميها المسافات البينية. فعندنا كده اول حاجة اللي هي المادة الصلبة، المسافات فيها بيكون اللي هي صغيرة جدا، صغيرة جدا، وممكن اقول منعدمة، الاتنين صح. عند اللي هي السوائلة او السوائل بيكون اللي هي المسافات بينها كبيرة نسبيا، كبيرة نسبيا. اما اللي هي الغازية بيكون كبيرة جدا، كبيرة جدا، وممكن اقول اكبر ما يمكن. الحاجة التانية اللي هو عاوزها قوة التماسك بين الجزيئات، قوة التماسك بين الجزيئات. طبعا في الحالة الصلبة بيكون اللي هي قوة التماسك دي بيكون كبيرة جدا، كبيرة جدا، اللي هي أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن. عند في السائلة بتبدأ تقل معايا فبسميها ضعيفة. أما بالنسبة للغازية بيكون اللي هي أقل ما يمكن، أقل ما يمكن، اللي هي تكاد تكون منعدمة. الحاجة التالتة اللي هو عاوزها اللي هي حركة مين؟ الجزيئات. حركة الجزيئات عندنا طبعا في الحالة الصلبة الحركة بتاعتها بسميها حركة اهتزازية، اهتزازية. عند في اللي هي الحالة السائلة الحركة بتاعتها بتكون كبيرة نسبيا، كبيرة نسبيا. أما في الحالة اللي هي الغازية بيكون حرة تماما، حرة تماما، أو ممكن أقول أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن. لكل تحور وظيفة تناسبه، فما وظيفة كل من؟ أول حاجة اللي هي الزعنفة الزيلية للسمكة، طبعا بيساعد على إيه؟ على العوم. الأذرع الطويلة اللي هي القردة طبعا إيه؟ اللي هي التسلق والإمساك بالأشجار. جناحي الخفاش طبعا بيساعدوا على أي طيران. مجاديف الدلافين والحيتان طبعا بيساعد على إيه؟ على العوم. الأسنان الأمامية للقنفذ
طبعا بيساعد على ايه؟ القبض على الحشرات، القبض على الحشرات. المنقار العريض المسنن للبط او الاوز طبعا ده بيرشح بيه الطعام من الميه، وله ترشيح الطعام من الماء عامل زي المصفى كده. اصابع النسر القابله للانسناء والمنتهيه بمخالب حاده طبعا هنا بيخليه يمسك الفريسه كويس، يعني هنا اللي يمكنه امساك الفريسه باحكام. المنقار الحاد المعكوف للصقر طبعا هنا بيساعد على ايه؟ تمزيق الفريسه، يساعده على تمزيق الفريسه. اذكر العلاقه التي يمكن استخدامها في حساب كل من الكثافه، كثافه زي ما احنا عارفين بتساوي الكتله على الحجم. كلمه العلاقه معناها قانون، يعني القانون اللي هو بيربط الحاجه اللي بيسالنا عليها. رقم 2، عدد الإلكترونات لكل مستوى طاقة من مستويات الطاقة الأربعة الأولى من 1 لـ4، يا ترى العلاقة اسمها إيه؟ العلاقة أقول له 2 ν تربيع، 2 ν تربيع، طبعا ن ده اللي هو رقم مين؟ رقم المستوى أو رقم المدار. اشرح نشاطا يوضح كيفية عمل نموذج للعمود الكهربي البسيط. هنا اللي احنا هنحضره هنا ونعمله هنا، إن احنا هنحضر ليمونة، هنفترض ديت ليمونة، تمام؟ ببدأ أضغط على اللي هي الليمونة ديت نوع من بره من الخارج يعني عشان تصبح لينة، دي أول حاجة. بعد كده ببدأ أحط فيها اللي هي ساق من اللي هو الخرصين، يبقى أحط نوع ساق منين؟ من خرصين، وعند ساق تاني من اللي هو النحاس، يبقى عند هنا ببدأ نوع أحط أول حاجة عند ساق منين؟ ساق من اللي هو إيه؟ يبقى أول خطوة قلنا الخطوة الأولانية، بضغط على مين؟ على الليمونة من الخارج حتى تصبح إيه؟ لينة. بعد كده بغرس فيها ساق منين؟ ساق من اللي هو ايه؟ الخرصين. بعد كده ببدأ اجيب اللي هو الطرف اللي هو السلك اللي هو النحاس، وهنجيب عندنا اللي هو مين؟ اللي هي البوصلة، ديت عندنا بوصلة اهي. البوصلة طبعا دي زي ما احنا عارفين لها مؤشر. ببدأ هنا اجيب سلك من اللي هو النحاس، وابدأ الفه حوالين مين؟ حوالين البوصلة عدة مرات، يبقى عندنا اهو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلك اهو، بلفه حوالين مين؟ حوالين اللي هو ايه؟ حوالين البوصلة عدة مرات. واجيب الطرف بتاعه هنا اوصله من اللي هو سلك الخرصين، والطرف التاني هبدا اغرزه فين؟ في اللي هي قطعه النحاس او الطرف بتاعه هنا، مش مشكله لازم نحاس. يبقى عندي هنا هغرز اللي هو الطرف بتاعه زي ما احنا قلنا، تمام؟ فين؟ في اللي هو الخرصين، والطرف التاني اللي هو منين؟ من النحاس، عشان السلك ده اصلا مصنوع منين؟ من اللي هو النحاس. يبقى ده عباره عن سلك ايه؟ سلك من الكهرباء. طبعا دي عباره عن ايه؟ اسمها ايه؟ بوصله. ايه اللي انا هشوفه هنا؟ اللي انا هشوفه هنا هلاحظ هنا انحراف اللي هي مؤشر اللي هو مين؟ البوصله. يبقى المؤشر اللي عندي ده يتحرك، التحرك بتاعه ده معناه ايه؟ معناه تولد طاقه ايه؟ كهربائيه. طب الطاقه دي جت ازاي؟ نتيجه ان عندي تحول اللي هي الطاقه الكيميائيه اللي هي جوه الليمونه الى طاقه ايه؟ الى طاقه كهربائيه. يبقى عندي عن طريق النشاط ده، هقوله تاني بسرعه كده، بنحضر ليمونه بضغط عليها عده مرات حتى تصبح لينه، بغرس فيها اللي هي ساق منين؟ من اللي هو الخرصين. بعد كده بنجيب اللي هو بوصلة عندنا، بلف حواليها سلك من النحاس عدة مرات، بوصل طرفه بيه اللي هو الخرصين، والطرف الآخر فين؟ في اللي هو إيه؟ الليمونة. الملاحظة عندي انحراف مين؟ مؤشر مين؟ اللي هو البوصلة. استنتجنا من الكلام ده إيه؟ إن الطاقة اللي هي الكيميائية اللي هي جوه الليمونة اتحولت إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة كهربية. يبقى احنا دلوقتي ولدنا مين؟ الطاقة الكهربية من الطاقة مين؟ الكيميائية. ما النتائج المترتبة على كل من؟ أول حاجة تشابه لون حشرة العود مع لون أغصان النباتات الجافة. لو هما الاتنين شكل بعض هيكون نتيجة الكلام ده ايه؟ إن طبعا حشرة العود دي هتختفي منين؟ من الأعداء. يبقى أقول له رقم 1 كده، الاختفاء من الأعداء. رقم 2، تنوع الغذاء بالنسبة للطيور. نتيجة تنوع الغذاء أصبح الأكل اللي هو بياكلوه أصلا كمان فيه تنوع، وأشكال المناطير كمان فيها أي تنوع. يبقى أقول له هنا حدث تحور في أشكال المناطير على حسب نوع اللي هو الغذاء اللي هي بتاكله طيور. رقم 3، معيشة الثدييات في بيئات متنوعة، في اللي بيعيش في الغابة، في اللي بيعيش في المية، في اللي بيعيش على الأرض على اليابس. طب ايه التنوع ده؟
هقول له الأطراف الأمامية تنوعت، تنوع الأطراف الأمامية. ممكن ندي مثال مثل استطالة أيدي القرنة، تمام؟ أو تحول الأطراف الأمامية مثلا لإيه؟ اللي هي الحوت الإيه؟ إلى مجاديف، في أي مثال إيه نقوله. استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. يعني في كلمة غلط، البترول، الخشب، الفلين، الحديد. طبعا المواد دي كلها منخفضة الكثافة ما عدا مين؟ ما عدا الحديد كبير اللي هو الكثافة. فهنا كل اللي فاضل ده عبارة عن مين؟ أقول له إيه؟ مواد إيه؟ مواد تطفو على سطح الماء، أو ممكن أقول له مواد منخفضة الكثافة. رقم 2، الأسد، النمر، الكلب، الذئب، المدرع. طبعا هنشيل المدرع، والباقي كل ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي هي ثدييات، ثدييات لها أسنان. أما طبعا المدرع زي ما احنا عارفين عديم إيه؟ عديم الأسنان. البيات الشتوي، الانقراض، الخمول الصيفي، المماتنة. هنشيل مين طبعا هنا؟ هنشيل مين اللي هو الانقراض، والباقي ده عبارة عن مين؟ عبارة عن اللي هو تكيف الكائنات الحية، صور تكيف الكائنات الحية. الفول، البسلة، الذرة، الصنوبر، القمح. هنشيل مين؟ هنشيل الصنوبر، والباقي ديت عبارة عن ايه؟ نباتات بسميها مغطاة البذور، سواء فلقة واحدة أو فلقتين، نباتات مغطاة البذور. عند وضع قطعة من الحديد كتلتها، الكتلة بتاعتها كام؟ 78 جرام، في مخبار مدرج به 100 سنتيمتر مكعب من المية، فارتفع إلى كام؟ إلى 110 سنتيمتر مكعب. احسب كثافة الحديد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا افترضنا عندنا مخبار، ده مخبار اهو، تمام، مخبار، ده عندنا مخبار حطينا فيه كمية من المية، ده مية. المية دي حطيناها في الأول كانت كام؟ كانت 100. يبقى المستوى ده بتاع المية اللي هو كام؟ 100 سنتيمتر مكعب مية. لما حطينا فيها اللي هي قطعة منين؟ من الحديد، ارتفع أصبح كام؟ 110. فعند المية هنا هترتفع وتصل إلى كام؟ إلى 110 سنتيمتر مكعب. ده لما حطينا أي قطعة منين؟ من اللي هي إيه؟ الحديد. فعاوز هنا كثافة، عاوز مين؟ كثافة. قبل ما اجيب الكثافة، احنا عارفين طبعا الكثافة بتساوي، الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. حلو، يبقى ده لازم يكون موجود عندنا وده موجود عندنا. طب الكتلة موجودة ايه اللي 78 جرام؟ فاضل لي مين؟ فاضل الحجم. لازم نحسب مين الحجم. الحجم هنا مدينا حجمين، فلازم هنا اخليه حجم واحد. اخليه حجم واحد ازاي؟ هطرحهم الاتنين من بعض، فاقول له الحجم عندي، الحجم بيساوي اقول ح 2 ناقص ح 1. ايه ح 2 ديت؟ حاجة اتنين اللي هي حجم الجسم اللي هو الحديد يعني والمية، هما الاتنين مع بعض اللي هو كام قدامي؟ اللي هو 110، الرقم كبير، ناقص ح واحد اللي هو حجم المية بس اللي هو كام؟ 100. لما اطرحهم مع بعض هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 10، وانا بجيب الحجم وحدته سنتيمتر مكعب. هنجيب بعد كده اللي هي الكثافة عندنا، اقول له بما ان كثافة بتساوي الكتلة على ايه؟ على الحجم. تعالى نعوض، الكتلة ايه اللي بكام؟ ب78 جرام، على الحجم بكام؟ ب10. العلامة بعد رقم واحد لما أقسمها بالآلة الحاسبة يطلع معايا إيه؟ وأنا بجيب الكثافة بجرام لكل سنتيمتر إيه؟ مكعب. احسب الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك. يبقى عاوز مين؟ عاوز الطاقة الميكانيكية. الطاقة أقول له الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. تعال نعوض، طاقة الوضع ايه اللي بكام؟ إذا علمت أن طاقة الحركة بتاعته بألف جول، يبقى تحت طاقة الحركة بألف، وطاقة الوضع بكام؟ ب500، وعلامة ايه في النص زائد، يطلع لي كام؟ 1500. وأنا بجيب هنا ايه الطاقة؟ الواحدة بتاعتي ايه؟ جول. احسب طاقة وضع جسم وزنه 10 نيوتن على ارتفاع 5 متر من سطح الأرض. عاوز مين؟ طاقة مين؟ طاقة الوضع. طاقة الوضع أقول له بتساوي الوزن في الارتفاع، طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. تعال نعوض، الوزن ايه اللي بكام؟ الوزن ايه اللي ب10، الارتفاع ايه اللي بكام؟ ب5. 5 × 10 بكام؟ بتساوي 50.
أنا بجيب إيه طاقة؟ وحدتي جول، 50 جول. احسب طاقة حركة جسم، عاوز مين المرة دي طاقة الحركة؟ فأقول له طاقة الحركة. اكتب القانون بتاعنا الأول، أقول له بما أن طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. تعال نعوض، النص بتاعنا زي ما هو، ركز معايا، نص زي ما هو في، لأن ده في ده. هشوف الكتلة بكام، الكتلة عندي قلب كام؟ ب2 كيلو جرام، يبقى ب2 في السرعة قلب كام؟ ب5. هربحها، يعني ايه هربحها؟ يعني اضربها في نفسها مرتين. خلي بالك، 5 في 5 بكام؟ ب25. يبقى عندي هنا الاتنين ديت هتروح مع الاتنين ديت، يبقى الناتج عندي كام؟ 25. وانا بجيب طاقة، الوحدة بتاعتي ايه؟ جول. السؤال اللي بعد كده، احسب وزن، عاوز المرة دي مين؟ وزن جسم كتلته 5 كيلو جرام إذا علمت أن عجلة الجاذبية 9.8 متر كل ثانية تربيع. يبقى هنا نجيب مين؟ الأول وزن، يبقى أقول له وزن الجسم، وزن الجسم بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. تعال نعوض، نشوف الكتلة بكام؟ كتلة أهو بكام؟ ب5. يبقى نعوض عن الكتلة ب5 في العجلة اللي بكام؟ ب9.8. 9.8 لما أضربهم في بعض هيطلع معايا 49. أنا بجيب هنا إيه؟ وزن وحدتي نيوتن. خلي بالي من الوحدة، خلي بالي. اختر من العمودين بي وسي ما يناسب اللي هو العمود اللي هو إيه؟ يعني نختار من الاتنين دول كده معايا هنا، وأعد كتابة العبارة كاملة. تعالى كده أول حاجة عندنا مع بعض كده، أول عبارة عندنا بيقول لي مين اللي هو النمر. النمر كده عاوزين نختار حاجة معاه هنا، أداة طائر عنكبوتيات، هنختار معاها مين اللي هو حيوان ثدي مفترس، يبقى معاها كام؟ 8. يبقى دي خلاص خدناها. طيب هنختار برضك مع النمر مين من الصف التاني هنا، عنده ايه؟ له انياب وضروس ايه؟ باهنة وآت حادة، يبقى معاها مين؟ 10. يبقى 8 وبعد كده ايه؟ 10. هنيجي بعد كده اللي هو مين؟ اللي هو الضفدع. الضفدع طبعا من ايه؟ من البرمائيات، يبقى معاها 7. و7 هنا شوف اليمة التانية كده معاها مين؟ معاها برضك 7 اللي هو مين؟ مثال للبيات الشتوي، يبقى 7 معاها. هنيجي رقم 3 اللي هي الأميبا. الأميبا طبعا ده عبارة عن كائن وحيد الخلية، يبقى معاها رقم كام ده؟ رقم 6. وعندي هنا اللي هو رقم 6 معاها اللي هو مين؟ يعيش في المياه الراكدة اللي هي المياه الواقفة يعني، معاها 1. هنيجي بعد كده المجهر، المجهر اللي هو ميكروسكوب، خلي بالنا المجهر اللي هو ميكروسكوب طبعا دي عبارة عن أداة تستخدم لفحص اللي هي الكائنات الدقيقة يعني، يبقى معاها مين؟ رقم 1. هنا نشوف رقم 1 كده معاه مين، هناخد معاه اللي هو محتويات قطرة ماء راكد، يبقى معاه 8. هنيجي بعد كده اللي هو الأوز اللي هو 5. 5 معاها مين؟ طائر يعوم فين؟ في المية، يبقى 5 معاه. وعند اليمة التانية كده نشوف معاها مين، هنلاقي معاها منقاره عريض مسنن منين؟ من الأجناب عشان أرشح بيه المية، يبقى معاها 3. نيجي بعد كده 6. 6 عندنا معاها اللي هو ايه؟ تحورت اطرافه الى ايه؟ الى اجنحه اللي هو الخفاش اللي هو رقم كام؟ 11. 11 معاها تساعده على ايه؟ على الطيران اللي هي 2. هنيجي يعني بعد كده 7. 7 اللي هو الدروسيره. الدروسيره طبعا ده عباره عن ايه؟ نبات اللي هو ايه؟ نبات. 7 دروسيره، نبات صحراوي ولا نبات مفترس؟ طبعا نبات ايه؟ نبات مفترس. يبقى 9 معانا. طب النبات المفترس معانا ايه اليمه التانيه؟ يتغذى على الحشرات، ماشي، عشان يمتص بها المواد النيتروجينية، يبقى معاها كام؟ 4. هنيجي رقم 8، حشرة العود. حشرة العود اللي هي تشبه أغصان مين؟ اللي هي النباتات، اللي هي رقم كام؟ رقم 4. ورقم 4 معانا هنا رقم كام؟ مثال جيد لإيه؟ للتخفي، اللي هو رقم كام؟ 9. هنيجي رقم 9 عندنا اللي هو مين؟ اللي هو العقرب. طبعا ده منين؟ من اللي هو العنكبوتيات، اللي هو رقم كام؟ اللي هو رقم 3. و3 معانا اللي هو هنا نبص كده معانا ايه؟ العقرب له 4 أزواج من الأرجل، عنده 8 ايه؟ 8 أرجل، وبالتالي هنا نختار من رقم كام؟ من رقم 11. يا رب كن فهمنا، ما تنسوناش من صالح دعواكم. كان معكم أستاذ طارق، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.